اختتم منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالة مبارياته بالتصفيات الآسيوية بلقاء المنتخب الكويتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، والتي أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية، وشهدت المواجهة فوز المنتخب الكويتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، لينهي الأحمر البحريني مشواره في التصفيات في المركز الثاني بست نقاط بعد انتصاره في الجولتين الماضيتين على منتخبي تيمور الشرقية وبروناي دار السلام، وتمكن من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة في تاريخ المنتخب. واليوم احنا هذا نتيجة العمل والمثابرة، فنهنيهم الحقيقة اللاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، ونتمنى إن شاء الله دعم أيضا للمرحلة القادمة. وكرة القدم اليوم ولعبة كرة الصالات أعتقد وصلت إلى مرحلة نضج شوي، صار في عندنا خامة من اللاعبين وخبرات من اللاعبين، نتطلع إن شاء الله أن احنا نستفيد في المرحلة القادمة بمشاركة البطولة هذه، وكلها ترى عمل متراكم وعمل يعني تبني في رياضة كرة الصالات. فإحنا الفضل الله يعني وفضل العمل اللي يمكن احنا بدينا فيه من عام 2012 في كرة الصالات، أعتقد وصلنا إلى مستوى متقدم، والبحرين اليوم في مصاف الدول ال 12 في آسيا، فهذا شيء إيجابي جدا، وإحنا نأمل ونبني على الإيجابيات ونعالج السلبيات إن شاء الله. فنهنيهم وهن الجميع على هذا الإنجاز. قدمنا مباراة يمكن كبيرة، يمكن رغم النقص رغم في المباراة ظروف المباراة 3-1 رجعنا في المباراة، فما يمكن آخر خفوات البسيطة في آخر دقائق يمكن هاي اللي خسرتنا، بس الحمد لله شباب ما قصروا في المباراة، إن شاء الله جاي الأفضل إن شاء الله. أهم شيء التأهل، تأهلنا وإن شاء الله نوعد الجمهور وشارع الرياضي بالقادم أفضل إن شاء الله بكأس آسيا. أكيد القادم أصعب، تلعب كأس آسيا كل كبار آسيا يعني. الحمد لله إحنا 4 سنوات يعني قاعدين نوصل بأقل ميزانية قاعدين نوصل إياهم. ما بقول أن السنة الجاية غير، أنا أقول الشارع الرياضي كامل، إذا تعدلت ظروف اللاعبين بتشوف منتخب بحرين غير. تعادل فريق الخلدية مع نظيره الاتفاق السعودي وديا في المواجهات التي أقيمت بين الفريقين في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولية الحالية. شوط المباراة الأول كان قد انتهى بتفوق الخلدية بهدفين مقابل هدف واحد، هذا وأحرز أهداف فريق الخلدية كل من دومينيك مندي وإسماعيل عبد اللطيف. نظم الاتحاد البحريني للتراديسيون حفل تكريم اللاعبين الفائزين والداعمين في دوري الاتحاد لموسم 2023-2024، وذلك بسوق البراحة بديار المحرة. وشهد الحفل تقديم الجوائز للأبطال والبطلات الذين قدموا أداء استثنائيا في المنافسات وحققوا نجاحات ملموسة على المستوى المحلي والدولي، كما تم الإعلان عن انطلاق الموسم الرياضي الجديد للعبة. هذا وتأتي هذه الفعالية من الاتحاد البحريني للتراديسيون بهدف تشجيع رياضة التراديسيون ودعم المواهب الرياضية في البحرين، إلى جانب إلهام الجيل القادم من الرياضيين لتحقيق أحلامهم وتجاوز تحدياتهم. دوري بدأ من سنوات يوم أنا كنت رئيس الاتحاد، الحمد لله يعني واصلوا الإخوان في مجلس إدارة برئاسة أخوي عبد الله عبد السلام ومجلس إدارة، ما قصروا الصراحة. يعني وجود دوري تراياثلون في البحرين مهم جدا، لأنه يشجع طبعا أولا الفئات مختلفة، يعني احنا نتكلم عن في فئات نقول فوق 50 سنة إلى الصغار اللي تحت 10 سنوات، حق كل فئة مستهدفة هذه الدوري مهم، على اساس انه هو يخلي الجميع يواصل، يشجع الصغار ان يعني يواصلون على انجاز محلي، ومنه يتخرجون الى انجاز قاري وعالمي ان شاء الله، وحق الكبار انه يواصلون في هذه الرياضه وفي الحياه الصحيه. احنا نهني نفسنا بنجاح الموسم اللي فات، ونطمح إن شاء الله أن يكون الدوري الموسم القادم بعد توقف دام يمكن 3 سنوات بعد الجائحة، فالآن التركيز على أن نزيد عدد السباقات في الدوري، نزيد عدد المشاركين، ومن خلالها نزيد الفرصة في اكتشاف مواهب جديدة تنافس على المستوى طبعا الآسيوي والعالمي إن شاء الله.
فالآن بدأ الدوري يمكن من أعداد ما تصل إلى 50 متسابق، الآن نتكلم عن الدوري الفائت فوق 1300 متشارك من الجنسين من مختلف دول مجلس التعاون، وعندنا أيضا مشاركات من دول أوروبية، فهذا يعتبر لنا نجاح كبير. تواصل منظمة بريفة خطتها التوسعية في مدن وعواصم العالم، وذلك من خلال تنظيم النسخة 75 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة في 18 من نوفمبر المقبل في مدينة تنريفي الإسبانية، وستكون هذه المدينة هي المحطة رقم 30 للبطولة العالمية. هذا ويعزز جهود منظمة بريف في زيادة الرقم القياسي لأكثر انتشارا لهذه البطولة حول العالم، وفق الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.